16 شهراً مدة استغرقتها أشغال إعادة تهيئة مطار الأغواط قبل أن يعاد فتحه رسمياً أمام الملاحة الجوية ومسافري الولاية والمجاورين لها. وين حددنا برنامج أولي رحلتين في الأسبوع بالثلاثاء وبالسبت، وممكن يعني نوسعها إلى تصلي إيرلاينز الجوية الجزائرية وتصلي إيرلاينز، وفيه برنامج فتح مدن أخرى، ممكن بغوات قسنطينة، ممكن بغوات وهرن، والبرنامج هو يعني في راح يتوسع، ونعرفوا بالله زاوية تجارية مرتبطة بناس إفريقيا، وفيه يعني أفواج كبيرة اللي تجي بالبس. أظن الخط هذا الجوي اللي جعلناه راح يفتح يعني كنفتحوا خط جوي يعني الزوار يكثروا. السكان يأملون في إعادة هيكلة قطاع النقل بالولاية وتحديثه. هي الأغواط في منطقة الجنوب شيء معروف، والقانون معروف، يعني الناس الجنوب عندهم تخفيض، هو حقهم يعني الأمر سهل. بالرغم من إعادة فتح المطار الذي انتظره المواطنون، إلا أن مشكلة مواعيد الرحلات خاصة المتوجهة إلى مطار هواري بومدين يبقى الهاجس الأكبر.